أغبياء ولا عزمهم مكسور بكرة هيسحورك ويزلزلوا احنا دلوقتي تقريبا عدى علينا اسبوع بالظبط في اعتصام الالترس وانا مش حابب ان احنا نقول عليه اعتصام الالترس بس لان الالترس كانوا واضحين في الاول هم هم اللي بداوا الاعتصام بس هم قالوا ان الاعتصام ده اعتصام للشعب كله واحنا محتاجين كل الناس تنزل الاعتصام مفتوح ملوش ميعاد محدد للانتهاء ما حدش يقدر يحدد هينتهي امتى بس احنا مستنيين رد فعل قوي من النظام واحنا مش هنتنازل عن القصاص ابدا القطر صارم حقوق دم الشهداء من اول 25 يناير مش دول بس انا خدهم وهيتحكموا انا خد حقوقنا انا تواجدي مع اولادي في اي مكان يبقوا قاعدين فيه انا قلت لو في اخر واحد قاعد في اي حته ميدان التحرير في اي مكان ليه طلبات وليه حقوق انا مع اولادي مفيش اي حد هيقدر يجيب حق الشهداء اللي هم المصريين او الشعب المصري يعني زي ما نزلنا 28 وحصل شهداء ومحمد محمود ومجلس وزراء ومسبير وكل الحاجات دي مفيش اي حاجه حصلت بالعكس كل الناس اللي اتهموا في قتل الشهداء خدوا براءه مفيش ولا حكم واحد فالواضح من النهايه كده ان مش هيجيب حق الشهداء الا المصريين او الشعب المصري اللي هم زي الالتراس والجماعه وائتلاف شباب الثوره الناس اللي قاموا بالثوره الحقيقيه لكن مش ما ينفعش نعتمد على مجلس وزراء ولا الحكومه ولا مجلس الشعب ولا اي حاجه اي المؤسسات دي كلها فشلت ان هي تجيب حكم واحد بس على الناس اللي هم ماتوا